فجاءنا الغيث من ساعتنا. طبعا دي الفتنه هنا، كونه انت تقرب للصنم حاجه والمدد يجيك من الله، دي الفتنه. لما انت تخلي الله وتدعو لك زول الله يجيب ليه، هو جاب الله مدد. اها في الوقت ذاك انت بتمسك في شيخك قوي، عشان كده ما تتخدع اي دجال مجرم ها داير يضللك عن العقيده ويدعي لك علم الغيب، حتى لو كلمك باشياء صحيحه برضه هو دجال، برضه دجال. وحتى لو سمعك اشياء يا اخي، بعض الناس يقول لك انا مشيت، يقول لك انا مشيت للشيخ اها وفتح لي طشت قدامي مليان مويه، قال لي عاين جوا هنا، انت راحت منك البقره هاي عاين هنا، قال اشوف بقرتي في زريبه فلان هذيك جوا المويه كويس، والله ان بقرتك مرقت من الطشت ده برضه دجال، ده دجال. لكن بيستعين بالشياطين، واي زول بيستعين بالشياطين ده كافر ولا مسلم؟ ده كافر. ربنا قال وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، لانه مرقوق من الشريعه، مرقوق من الدين، تتعامل مع الدجالين والمشعوذين، بعد ذاك يجيبوا لك الرائحه، ممكن يقلبوا لك، يفتح يده كده يمرق لك بالتيخه، يدخل يده في جيبه ويطلع لك قروش الى اخره، ده كله من تلاعب الشياطين.